والنهارده جايه لكم فيديو جديد، هعمل معاكم برياني الفراخ زي المطاعم بالظبط، يا رب يعجبكم. حبيبي عاملين ايه النهارده؟ زي ما انتم شايفين كده رجعت لكم فيديو جديد. معانا فراخ وهعمل برياني. معانا فراخ ومعانا زبادي ومعانا توابل بابريكا وتوابل فراخ وكاري وشطه حمراء وملح وفلفل، ومعانا ربع كوبايه ميه ومعلقتين زيت. وابتدي بقى اوريكم هنعمل ايه بالظبط. انا طبعا هعمل التتبيله اهو في الحله زي ما انتم شايفين. هفضي علبه الزبادي واحط ربع كوبايه الميه واحط معلقتين الزيت الكبار واحط التوابل كلها وهقلب كل المكونات دي في بعض. زي ما انتوا شايفين كده هنقلب كل المكونات في بعض، ومعانا كركم برضو عشان نخلي لون التتبيله كده مختلف. وهنتبل بقى كل الفراخ فيها. وزي ما انتوا بقى شايفين كده هنفضي التتبيله دي كلها على الفراخ اللي معانا ونسيبها منقوعه فيها بتاع نص ساعة ساعة اللي يريحكم، وممكن لو تحبوا زي ما انتم شايفين كده التتبيلة اهي مع الفراخ نتبلها فيها بتاع نص ساعة ولا ساعة لو حابين من بالليل مفيش مشاكل. ونروح بقى اعمل لكم بقية الخطوات التانية واوريكم بقى هنعمل ايه بالظبط. على ما الايه على ما هي تتبل شوية. رجعت لكم تاني اهو بعد ما الفراخ اتبلت كويس بتاع ساعة اهو اكتر، هحطها بقى في التتبيلة دي على النار لغاية ما تبتدي تستوي. هوريكم بقى هنعمل الرز ازاي، خليكم معايا. هنحط بقى مية الرز اهي على النار ونحطها تغلي ونحط فيها ملح وربع معلقة قرفة وورق لوري، وأول ما تغلي بقى هننزل عليها بالرز. احنا مش عايزينه يستوي، احنا عايزينه نص سوا. والميه هي بعد ما غليت معانا هنزل عليها بقى بالرز. واول ما يغلي زلوتين كده اصفيه واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. وهو الرز بتاعنا بعد ما خلص طبعا نحط عليه، طبعا انا المفروض كنت حطيت معاه مكعب سمنه في الميه وهو بيغلي بس الصراحه نسيت، فانا هحط دلوقتي. وهي طبعا لسه الرز سخن، انا صفيته بس هو سخن لسه فهي هتسيح معايا. طبعا المفروض كان برز بسمتي بس الصراحه ما كانش عندي، فهنعمله برز ابيض عادي. واقول لكم بقى هنعمل الخطوه اللي بعد كده. هي طبعا السمنه هتسيح معاه عشان هو سخن. ريحته الصراحه جميله جدا. والفراخ بتاعتنا معانا اهي خلاص استوت، خلاص اهي هبتدي بقى اقول لكم هنعمل ايه. الفراخ اهي بعد ما استوت معانا ابتدينا بقى نحط الرز. وبعد ما حطينا كده الرز هنجيب بقى ايه البصل اللي انا قلت لكم هحمره، هنحطه بقى ايه بين طبقتين الرز. انا كده حطيت اول طبقه وبصوا منظره. واحط
واحط كده ورقتين نعناع اخضر، بيديه ميكس خطير وطعم رائع الصراحه. وهنزل بقى باقي الرز. زي ما انتوا شايفين كده، ده سمنه ومعاه شويه كركم سيحتها عشان اعمل بس لون كده للرز. واللون ده بقى برده الكاري على حته السمنه. بصوا، وهسيبه 10 دقايق كده يكون ايه كمل سوا، وارجع لكم بقى اوريكم المنظر عامل ازاي. ورجعت لكم تاني اهو بعد ما الرز استوى. بصوا الالوان اللي فيه، بصوا منظره عامل ازاي. شكله الصراحه جميل. هغرفه لكم بقى واوريه لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت اهو وغرفته في طبق التقديم. بصوا منظره وشكله عامل ازاي. ما اقولكمش بقى على الطعم والريحه ولا على النعناع والبصل، عاملين ميكس مع بعض خطير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس.